طبيبا بالأدب تنال أعلى الرتب عش حياة العلماء واقرأ صنوف الكتب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأ القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أراد أن يقرأ القرآن غضا طريا كما أنزل فليقرأ بقراءة ابن أم عبد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأ القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. وقال تعالى: ورتل القرآن ترتيلا. وقال تعالى: ورتلناه ترتيلا. وقال تعالى: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن وتتعتع فيه وعليه شاق له أجران قالت عائشة رضي الله عنها: عدد درج الجنة بعدد آيات القرآن، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: يقال لقارئ القرآن يوم القيامة: اقرأ ورتل وارتق كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. تكلمنا في أحكام التجويد في متن تحفة الأطفال، وشرحنا أحكام النون الساكنة والتنوين، واليوم بإذن الله تعالى مع أحكام النون والميم المشددتين. قال سليمان المزوري رحمه الله: غن ميما ثم نونا شددا وسم كلا حرف غنة بدا. تعريف الغنة: هي صوت يخرج من التجويف الأنفي الذي يسمى بالخيشوم، ويصاحب في اللغة العربية حرفي النون والميم مهما كان وضعهما، ويختلف طول زمنه باختلاف الحكم، بمعنى أن الغنة هي صفة، لازمة لحرف النون والميم. يعني مثلا لو واحد وقف على حرف النين، حرف النون، هيقولها إيه؟ أن أم أم، فهنحس كده بإيه؟ بزنة كده بسيطة موجودة في الأن. ويختلف طول زمنه باختلاف الحكم. بمعنى لو كانت النون مشددة مثلا، فهنلاقي أعلاها المشدد، مراتب الغنة أولا المشدد، بمعنى لو النور مشددة كده تقرأ كده أن أن أم، فهنا الغنة غنة شديدة، يعني هنا دي أعلى مرتبة اللي هي الغنة الإيه؟ المشددة. تاني واحدة غنة المضغم، زي كلمة من نبأ أو ميوا. إذا أعلى مرتبة هي الإيه؟ النون المشددة والميم المشددة، بعدها المضغم. تالت شيء المخفى، غنة الإخفاء، مثل مثلا من سوء من كل. ألاقي إن الغنة في الأول خالص كانت ظاهرة جدا، إنما في المضغم كانت أقل شوية، في مثلا ميو ولي أخف شوية، اللي بعدها في المخفى زي من كل، اللي بعدها المظهر الساكن، يعني أن أم أن أم، لأن الغنة حاجة ثابتة في الإيه؟ في الحرف، حرف النون أو الميم يعني. المظهر المتحرك، يعني نا نوني أو الما مومي متحرك. هل مفهوم الكلام ولا إيش؟ هل الكلام مفهوم؟ الكلام مفهوم، الحمد لله. طيب أكمل الأبيات. قال الشيخ رحمه الله: وغن ميما ثم نونا شددا وسم كلا حرف غنة بدا. وغن ميما ثم نونا شددا، بمعنى أن النون أو الميم المشددتين نغنهم إزاي، سواء كانت في النص أو في الآخر، بمعنى لو كانت في نص الكلمة زي كلمة إيه؟ الناس، أو لو أو حم مالة. فهنا النون في وسط الكلمة أو الميم في وسط الكلمة. أما أو لو كانت إيه في آخر الكلمة، زي إيه في آخر الكلمة، زي يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. فلما وقفت جبت الإيه الغن، فطلقوهن لعدتهن
يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن. يبقى إذن لو وقفت عليها أجيب الغنة، لو وصلت فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن كانت. يبقى إذن الغنة سواء كانت في وسط الكلمة أو في آخر الكلمة فهي إيه؟ لازم أجيب الغنة وتكون غنة ظاهرة وزمنها حركتين. الكلام ده مفهوم يا جماعة؟ طيب ربنا يبارك. طيب نشوف أحكام ما بعدها. أحكام الميم الساكنة. أحكام الميم الساكنة. الميم الساكنة، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحكام الميم الساكنة ثلاثة: الإخفاء والإضغام والإظهار. الميم الساكنة بمعنى ميم عليها سكون، ميم ساكنة ميم عليها سكون. حروفها هو حرف الميم، إذا جاء بعده هذه الأشياء: الإخفاء والإضغام والإظهار. الإخفاء الأحكام هي نفسها. أيوة نعم، نفس القصة اللي ورد ورش، نفس القصة في ورش. الإخفاء مثلا مع حرف الباء، الإضغام مع حرف الميم، الإظهار مع باقي الحروف. الميم الساكنة هي التي لا حركة لها مثل لم وكم، وتكون في الاسم والفعل والحرف، وتكون وسطا وطرفا، يعني ممكن تكون في وسط الكلمة زي كلمة أنعمت، أو تكون في الآخر زي كلمة إيه، أم أنت أم أنا كده، فممكن تيجي في وسط الكلمة ممكن تيجي في آخر الكلمة. يبقى إذن أحكام الميم الساكنة، أحكام الميم الساكنة لها ثلاثة أحكام: الإخفاء والإضغام والإظهار. الإخفاء مع حرف الباء، والإضغام مع حرف الميم، والإظهار مع باقي الحروف. طيب أولا الإخفاء، وقلنا وقد تقدم تعريفه، وقلنا أن الإخفاء معناه الستر، وهو نطق الحرف بصفة بين الإظهار والإضغام عار من التشديد. طيب وله حرف واحد وهو الباء، وتصحب لغنة نحو كلمة وهم بالآخرة. هنقراها إزاي؟ تقرأ كده: وهم بي وهم بي وهم بي، بدون الجزم بين الشفتين. يعني هنقرأ كده: وهم وهم بالآخرة. ويسمى إخفاء شفويا لأن الميم والباء يخرجان من الشفتين. ده مفهوم. وإيه الفرق بين إخفاء الميم والإقلاب في النطق؟ مفيش فرق. إيه الفرق بين إخفاء الميم والإقلاب في النطق؟ مفيش أي فرق، لأن النون إحنا بنقلبها ميم، النون بنقلبها ميم، ميم مخفاة زي كلمة ميم بعد، مفيش أي فرق، إن النون بتتقلب ميم وبعد كده الميم بتخفى. هي هنا الميم اللي بتخفى دي هي معناها الايه؟ الميم اللي هي الميم بتاعت الاخفاء. فهمت؟ طيب الحمد لله. طيب نشوف، احنا اذا قلنا اول حكم الايه؟ الاخفاء. ثاني حكم الايه؟ الادغام. وقد تقدم تعريفه، وقلنا ان الادغام التقاء حرف ساكن بحرف متحرك بحيث يصيران حرفا واحدا مشددا، بحيث يصيران حرفا واحدا مشددا، بمعنى ان الميم لو جه بعدها حرف الميم، الميم اذا جاء بعدها حرف الميم تصبح حرف واحد، بمعنى لكم من، تقرأ كده: لكم من لكم من، هندخل الميم، ميم الاولى في الميم الثانية وتبقى ميم واحدة مشددة، لكم من لكم من، تمام، وتصحبه الغنة، ويسمى ادغاما صغيرا بغنة، يسمى ادغام صغير. مفهوم هذا الكلام؟ طيب الله المستعان. الباقي عليكم السلام ورحمة الله. طيب ربنا يبارك فيك. اي سؤال يسأله؟ ليش في اي سؤال يسأل؟ يبقى اذا احكام الميم الساكنة، احكام الميم الساكنة ثلاثة. خدنا منهم، قلنا اولا الاظهار، اولا الاخفاء، ثانيا الادغام، ثالثا الاظهار. قلنا ان عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إذا أولا كان الإخفاء أن الميم إذا جاء بعدها حرف الباء يسمى إخفاء، ما بعده إذا جاء مع الميم بعده ميم يسمى إدغام مثلين صغير، ويسمى مثلين لأن الميم بيجي بعدها حرف الميم فهي نفس الحرف فيسمى إدغام مثلين، ويسمى صغير لأن الحرف الأول بيكون ساكن والثاني متحرك. يعني لكم من، الميم الأولى عليها سكون والميم الثانية عليها كسرة، فده اسمه إدغام مثلين صغير، بيكون حرف واحد مشدد كده، لكم من. طيب إذا نكمل. قلنا أن أحكام الميم الساكنة مرة ثانية، أحكام الميم الساكنة ثلاثة، كانوا إيه بقى؟ ها الناس اللي كانت معايا، أحكام الميم الساكنة كانوا كام حكم؟ ثلاثة، اللي هم إيه؟ الإخفاء. أيوه الله المستعان. طيب يبقى احنا اذا كنا الاحكام، احكام الميم الساكنه، احكام الميم الساكنه ثلاثه: الاظهار والاخفاء والادغام. الاخفاء ماشي، الاخفاء والادغام والاظهار. وقلنا ان الاخفاء، عليكم السلام ورحمه الله، وقلنا ان الاخفاء يكون مع حرف الباء وتنطق هكذا وهم بالاخره، اما الادغام يكون مع حرف الميم ويسمى ادغام مثلين صغير، الميم مع الميم وتقرا هكذا ولكم من،
الحكم الثالث هو الإظهار، أن تقدم تعريفه وحروفه، كل حروف الهجاء عدا الباء والميم، يسمى إظهارا شفويا لخروج الميم من الشفتين. يعني لو حرف الميم جه بعد حرف زي حرف الهمزة، أم أنت أم أنا، أو مثلا لو قلنا حرف الفاء مثلا، حرف الواو وحرف الصاد أو غير كذلك، فيسمى إظهار شفوي. إظهار شفوي. نستمع للأبيات. لا، الأسئلة مش واجب، الواجب هندركه في الآخر إن شاء الله، الواجب هندركه في الآخر إن شاء الله. المهم، هناك تحذير، هناك تحذير في قاله الشيخ رحمه الله، ألا وهو إذا جاء بعد حرف الميم حرف فاء أو واو، إذا جاء بعد حرف الميم فاء أو واو فهناك تحذير. ليه؟ بعض الناس لما بيجي بعد ما بيجي بعد حرف حرف الميم حرف الفاء، فبيخفي الفاء، زي مثلا يقول إيه، هنفي هنفي، وهذه غلط، خطأ، تقرأ كده الذي هم فيه هم فيه هم فيه. لازم أبين حرف الميم يراعى عند، أيوة نعم، يراعى عند وقوع الميم الساكنة قبل الفاء أو لو وجوب إظهارها شديدا خشية أن تختفي الميم في الفاء لقربهما في المخرج، أو تختفي الميم في الواو لاتحادهما في المخرج. يعني مثلا لو الميم جاء بعده حرف الواو، هم و هم و هم و، بعض الناس ممكن تلاقي ايه، هم و هو، فبتلاقي الميم بتضغم ايه او بتختفي في الايه، في حرف الفاء او الواو، وهذا خطأ. لا لسه ما شغلتهاش، وهذا خطأ. طيب نسمع، نسمع الابيات، الكل يسمع الابيات اللي الشيخ هيقراها. قال العلامة سليمان الجنجوري رحمه الله تعالى: يقول راجي رحمة الغفور دوما سليمان هو الجمزور، الحمد لله مصليا على محمد وآله ومن تلا. وبعد هذا النظم للمريد في النون والتنوين والمدود، سميته بتحفة الأطفال عن شيخنا الميهي ذي الكمال، أرجو به أن ينفع الطلاب والأجر والقبول والثواب. أحكام النون الساكنة والتنوين: بالنون إن تسكن وللتنوين أرباع أحكام فخذ تبييني، فالأول الإظهار. سمعتم الأبيات؟ الكل سمع الأبيات؟ طيب نعيدها ثاني. طيب نشوف هنا، حاضر نشغلها ثاني إن شاء الله. هنا الشيخ يقول: لا ألف اللينة لذي الهجاء، أي أن الميم الساكنة، أي أن الميم الساكنة لا يأتي بعدها الألف اللينة، الميم الساكنة لا يأتي بعدها الألف اللينة لأنها ساكنة، أما الواو والياء فتأتي ساكنة ومتحركة. بمعنى إن لو الميم جاء بعدها حرف اللي هو الألف، هتتقال إزاي؟ أمير ارتابه، أمي أمي، عمرها ما تنفع أم ارتابه، لأن بعدها ألف لينة فتكسر لالتقاء الساكنين، فتقرأ كده أمير ارتابه، أمي أمي. أم لو جه بعدها حرف الهمزة، أم أنت أم أنت، لأن في تفرقة طبعا بين حرف الهمزة والألف، في تفرقة بين الهمزة والألف، فإذا الميم الساكن يأتي بعدها همزة ولا يأتي بعدها ألف، عشان كده ألف لا الآن لا ألف لينة لذي الهجاء. فهمت دي؟ اتفهمت؟ الباقي طيب الحمد لله. نسمع الأبيات مرة تانية. طيب نسمع الأبيات. في حكم لام ولام الفعل: للام الحالان قبل الأحرف أولاهما إظهارها فلتعرف، قبل أرباع مع عشرة خذ علمه، مين ابغي حجك وخف عقيمه، ثانيهما إدغامها في أرباع وعشرات أيضا ورمزها فاعي، طب ثم صل رحما تفز ضف ذا نعم، دع سوء ظن زر شريفا للكرم. واللام لولا سميها قمرية، واللام الأخرى سميها شمسية، وأظهرن لام فعل مطلقا في نحو قل نعم وقلنا والتقى. المثلين والمثل، اتسمعت الابيات؟ كله سمعها؟ لا انا، الله المستعان. طيب اسمعوها على اليوتيوب. طيب ناخد كمان حاجه ولا يكفي كده؟ ان شاء الله ناخد حاجه كمان. طيب ناخد حاجه كمان، نشوف الابيات اللي بعدها. طيب الاسئله، كله يكتب الاسئله دي.
عرف الميم الساكنة وبين أحكامها. عرف الميم الساكنة وبين أحكامها. لماذا لقب الإخفاء بالشفوي؟ ما هو الحرف الذي لا يأتي بعد الميم الساكنة ولما؟ عرف الميم الساكنة وبين أحكامها. لماذا لقب الإخفاء بالشفوي؟ ما هو الحرف الذي لا يأتي بعد الميم الساكنة ولما؟ خلاص كل كتاب الأسئلة. طب الأسئلة المفروض إن هي مفهومة. شوف يلا اللي بعده. حكم لام ال ولام الفعل. حكم لام ال ولام الفعل. أنواع اللامات في القرآن زي ما موجود كده قدامنا خمسة: لام التعريف ولام الفعل ولام الحرف ولام الأمر ولام الاسم. لام التعريف ولام الفعل ولام الحرف ولام الأمر ولام الاسم، ديت أنواع اللامات في القرآن. طيب شوف أولا لام التعريف، أي لام ال، كلمة إيه؟ ال، هي ألف ولام يعني، وهي اللام الساكنة المسبوقة بهمزة، همزة وصل مفتوحة وبعدها اسم من الأسماء، يبقى ال دي تأتي في إيه؟ في الأسماء بس. طيب وهي زائدة عن بنية الكلمة وتثبت في الخط دائما، وإما في النطق فتثبت في البدء فقط، وأما في النطق فتثبت في البدء فقط وتسقط في الوصل، سواء أمكن استقامة الكلمة التي تليها بدونها نحو الأرض. كلمة الأرض لو شلت منها الألف واللام تبقى إيه؟ أرض. أرض ينفع أم لم يمكن؟ مثل الذين، لو شلنا الألف واللام مش هتبقى كلمة الذين، فديت مش معنى. وتقع بعدها حروف الهجاء كلها إلا حروف المد الثلاث، زي مثلها في ذلك مثل النون الساكنة والميم الساكنة خشية التقاء الساكنة، ولها حكمان الإظهار والإدغام. بمعنى إن الألف واللام دي لها حكمين، هي ألف لام التعريف اللي بتاعت إيه؟ الألف واللام، إذا جاء بعدها الحروف فلها حكمين، يا إظهار يا إدغام، يا إظهار يا إدغام. طيب نشوف كده. الإظهار حروفها كلمة ابغي حجك وخف عقيمة، 14 حرف وتسمى قمرية، اللي هي احنا بنقول على اللام القمرية. والإدغام باقي الحروف اللي هي 14 وتسمى شمسية. دي مفهوم؟ يبقى أنا عندي دلوقتي عندي في القرآن لامين، اللي هي لام التعريف يعني، عندي لامين، لام اللي بتقول على اللام القمرية واللام الشمسية. اللام القمرية يعني بتظهر، زي ما تقول كلمة القمر، اللام تظهر. أما التانية اللام لا تظهر، زي كلمة الشمس، الشمس، الشمس. فاللام الثانية مدغمة في حرف الشين فلا تظهر. ها الكلام ده مفهوم كده؟ لام الايه؟ لام التعريف. طيب لام الفعل هي الواقعة في الفعل الماضي او المضارع او الامر، وهي اما متوسطة او متطرفة، يعني ممكن تيجي في وسط الكلمة ممكن تيجي في اخر الكلمة. وحكمها الاظهار مطلقا الا اذا وقع بعدها لام، مثل قوله قل لكم، او راء مثل قر، يجب ادغامها. يعني لو اللام جه بعدها حرف اللام بقت ايه؟ قل لكم، ما بقتش مظهرة بقت مدغمة. او لو جه بعدها حرف الراء زي كلمة قر قر، يجب ادغامها للتماثل مع اللام والتقارب مع الراء. اللام الطريفة زي كلمة أنزلنا، هنا ألم أقل، توكل توكل. هنا كلمة أنزلنا لأن المقصود بها أنزل، أنزل كده يعني. التقى اللام بعد حرف التاء، يلتقطه اللام بعدها التاء. فهنا في اللام هنا لازم وجوب الايه؟ الاظهار في الثلاث. تمام كده. لام الفعل مفهومه، يبقى لام الفعل تاتي في الفعل الماضي او المضارع او الامر، وممكن تيجي في وسط الكلمه وممكن تيجي في الان. طيب الا لو جه بعدها حرف اللام فوجب الادغام، زي كلمه قل لكم، او حرف الراء وجب الادغام. طيب طيب نشوف اللي بعدها. لام الاسم هي الواقعه في اسم من الاسماء وتكون متوسطه دائما، مثل كلمه السنتكم، الوانكم. وحكمها الاظهار مطلق، دي بتكون في الاسماء وتكون متوسطه. طيب نشوف اللي بعدها كده. لام الإسلام الحرف لم تقع في القرآن إلا في حرفين فقط، هما هل وبل. وحكم بل وجوب الإظهار إلا إذا وقع بعدها لام وراء، زي ما قلنا من شوية، لو اللام جه بعدها اللام زي كلمة إيه؟ بل لما، بل لما، وكلمة بر رفعه. ويستثنى من ذلك، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ويستثنى من ذلك لام كلا بل ران، لأن عند حفص عندنا هنا السكت، تقرأ كده كلا بل ران، كلا بل ران. أما عند ورش وباقي القراءات، عند ورش وقالون والباقي تقرأ كده كلا بل ران على قلوبهم، بران بر بر بالإضغام. وأما لام هل فحكمها الإظهار دائما إلا إذا وقع بعدها لام، زي كلمة إيه؟ هل لكم، هل لكم، ولم يقع بعدها راء في القرآن. اتفهمت؟ ديت مفهوم؟ الحمد لله. لام الأمر هي اللام الزائدة عن بنية الكلمة وبعدها فعل مضارع بشرط أن تكون مسبوقة بألف، زي كلمة إيه؟ فلينظر، فلينظر، حكمها الإظهار. أو بعدها واو، وليوفوا، قبلها أو قبلها واو، نعم صحيح، ربنا يبارك فيكم يا رب. وليوفوا، وليوفوا، وجوب الإيه؟ الإظهار. أو بعدها إيه؟ ياء، ثم ليقضوا، ثم
يقوم. نعم، وحكمه الإظهار مطلقا، يعني عندنا هنا حكمها الإظهار مطلقا. إذا جاء بعدها حرف الفاء زي كلمة فلينظر، أو قبلها الواو زي وليوفوا، أو قبلها ثم ليقضوا، وجوب الإظهار. تمام، بانت كده، بانت. طيب نسمع الأبيات للشيخ. في حكم لا من ولا من فعل. للامي الحالان قبل الأحرف، أولاهما إظهارها فالتعريف. قبل أرباع مع عشرات خذ علمه، مين ابغي حجاك وخف عقيمه. ثانيهما إدغامها في أرباع وعشرات أيضا ورمزها فاعي. طب ثم صل رحما تفز ضف ذا نعم، دع سوء ظن زر شريفا للكرم. ولا مال لا سميها قمرية، ولا مال أخرى سميها شمسية. وأظهرن لا ما فعل مطلقا، في نحو قل نعم وقلنا والتقى. في المثلين والمتقاربين والمتجانسين. إن في الصفات والمخارج اتفق، حرفان فالمثلان فيهما أحق. وإن يكونا مخرج. سمعت الأبيات؟ سمعت الأبيات؟ طيب يلا نكتب الأسئلة. أسئلة وتدريبات. قارن بين أنواع اللامات واذكر حكمهم. قارن بين أنواع اللامات واذكر حكمهم. تاني واحدة، ما هي حالات لام التعريف واذكر أحكامها. ما حكم لام الفعل. الحاجات ديت إن شاء الله تجاوبوها وتبعتوها لي على صفحة الجروب عشان أراجعها يعني وأشوف الواجب. يا ريت لو تجمعوا لي كل واحد فيكم يجمع الواجب اللي فات، يسمع المحاضرات السابقة من على اليوتيوب، وبعدين يبدأ يحل الأسئلة اللي قلناها ويبعتها لي علشان اشوف المستوى والفهم وكده. ولو في اي حد عنده سؤال يا ريت يسال الان. حد عنده سؤال في اللي فات او في دوت؟ في حد عنده سؤال؟ لا. طيب كده مصحيح كلهم علماء انا ان شاء الله. ازيكم؟ طبعا نقدر نتكلم. ايوه كل المحاضرات موجوده على اليوتيوب. نعم. ها حد عنده سؤال؟ الرابط. طيب ممكن يبعت الرابط، ممكن دعم يبعت الرابط على اليوتيوب. بنبارك فيكم. ليه مش بيجي الالف اللينه بعد الميم؟ لان لو الميم جاء بعدها حرف الألف، لو بعد حرف الميم جاء بعدها حرف الألف ستتحرك الميم، بمعنى إن الألف اللينة هذا حرف ساكن، الألف اللينة حرف ساكن والميم حرف ساكن. فالحكم العام، الحكم العام عند التجويد أو بتوع النحو أنه إذا جاء ساكنان يتم تحريك الأول أو حذفه. بمعنى يقول الشيخ إن ساكنان التقيا اكسر ما سبق، اكسر ما سبق. لما مثلا يقول كلمة إيه؟ أم ارتابوا، أم ارتابوا، كلمة أم ارتابوا، الميم هتبقى ميم ساكنة، جه بعدها حرف الألف اللينة اللي هي الساكنة، وبعدها حرف الراء الساكنة، فميم جه بعدها حرف ساكن مع ساكن، يحصل إيه؟ لازم أكسر الساكن الأول، تقرأ كده أمي أميرتابو، علشان كده مش تبقى ميم ساكنة، تبقى ميم متحرك، لأنه إذا جاء بعدها ألف لينة ستتحرك. أما لو جه بعدها همزة زي كلمة أم أنا، أم أنت، أم أنا، أم أنت، كده تظهر. نعم، بانت، الحمد لله. حد فيكم عنده سؤال؟ سؤال كمان يا جماعة؟ اللهم آمين، اللهم آمين، اللهم. ماشي، ممكن سؤال. طيب. والنازعات هؤلاء، الهاء الأولى استغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.